توابل الدجاج: ملح معلقة صغيرة، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، بابريكا أو فلفل حار معلقة صغيرة، ممكن بدل بابريكا فلفل حار، الهيل ثلث معلقة صغيرة، هذا بس فقط معادلة أنا بديكو، كركم ثلث معلقة صغيرة، فلفل أسود ثلث معلقة صغيرة، كمون ثلث معلقة صغيرة كمون، نخلطهم مع بعض. من الخلطة هذه بناخذ لكل كيلو دجاج معلقة طعام، يعني تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.